والعيون السود وجوز ننا خدت القهر ريق منا يوم والعيون السود ما جوز ننا يوم والعيون السود ما جوز ننا خدت القمرنا تريق منا واقفا بالباب تصرخ يا لطيف واقفا بالباب تصرخ يا لطيف لاني مجنونة ولا عقلي خفي لاني مجنونة ولا عقلي خفي لك عيني أنا شيف قديم بعرفي أنا شيف قديم تشوفون هذا الشغل كم طبقة تتخيلوا هاي فانيل 30 طبقة أنا مسوي من عندهن حاكل من عندنا أسف عمو مسوي من عندهن تدرون شو أحب بهذا المكان تشوفون ساكو قصة هنا أنا والدجاج منبر أي شهي أحب هسه احنا تحديدا مدينة الصدر هاي المدينة ليش أحبها يا أخي هاي المدينة بيها فد روحية وحميمية وأواصر اجتماعية وتقارب اجتماعي وترابط اجتماعي بطريقة كلش غريبة وما تلقوها بغير مكان قليل ما تلقوها بمكانات ثانية مدينة الصدر العريقة وهذا النفس الطيب اللي بيها من أهلها وناسها موجود دار الأيتام دار نور طبعا عندنا حنشوف صاحبة الدار دار الأيتام حنسويها لقاء ياسمين ياسمين Go ahead. مثل ما تشوفون وصلنا للمكان اللي هو دار الأيتام النور ورح ألتقي بالست لقاء ورح تحكينا أكثر على هذا المكان وأول سؤال اللي هو أهم شيء أحب أسألها ليش اختارت بالذات هذا المكان اللي هو منطقة مدينة الصدر لدار الأيتام مرحبا أهلا وسهلا يا هلا بيك رمضان كريم عليكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله بالخير وبالأفراح طبعا أنا اختاريت مدينة الصدر سويت جرد عام بالمنطقة شفت احتياج الأهالي أغلب الاحتياج وأكثر الناس طلبوا من عندي التدريس للأيتام تقريبا نسبة 70-80% نساء المدينة أميات فأطفالهم ما يقدرون يكملون الدراسة فالحمد لله والشكر هذا الدار صار له قائم 10 سنوات احنا عندنا مدرسات يدرسون بالدار يوميا من الساعة 2 للساعة 7 ما عدا يوم الجمعة عندنا عطلة يعني مو شرط بأنهم فاقدين أهلهم هم تدريسهم ماتين لا هو بس فقط للأيتام اللي فاقدين أهلهم ست لقاء زين عندي سؤال خارج نطاق الدار يعني شنو هي الأعمال اللي أنت تسويها كأمرأة عراقية اللي تخص الدار طبعا أنا هنا بشهر رمضان الفضيل أنا أسوي إفطاريات بين يوم ويوم للأيتام لأن ما أقدر إمكانيات ضعيفة وبعض الخيرين يساهمون ويانا فنسوي إفطاريات مستمرة للدار والإضافة إلى ذلك إحنا راح تكون عندنا فقرة العيد الحلاقة للأولاد تقريبا 180 ولد راح يصير لهم حلاقة وملابس العيد وعندنا سفرات ايضا هسه احنا مدعوين يومين بمطعم شميساني بالكرادة 3 و4 على 100 يتيم ان شاء الله زين برنامج خوش حكي شلون نشوفه ست لقاء اليوم هذه حلقة خاصة لكم افطار الايتام وهدايا ايضا لهم حلقة ممتعة ولطيفة ونتمنى كل الناس تشوف الايتام تنتبه لهم تتواصل وياهم لأن هو اليتيم محتاج فرحة وهذه كلش فرحة كبيرة فبرنامج جدا رائع ومشوق أحداثه مسلية وإن شاء الله اليوم راح نشوف أحداث مسلية بإذن الله تعالى إن شاء الله ونفس الوقت هو بمتعة إنهم أكثر يعني الله يحفظكم إن شاء الله